هناك ثعبان من الغريب أنه بعد أن ابتلعه طائر اسمه مالك الحزين، هذا الطائر عندما طار فثقب الثعبان معدة الطائر وخرج منها. انظروا أيها الأحبة كيف يتدلى هذا الثعبان من معدة الطائر، ثقبها ليهرب. سبحان الله، يعني شيء مذهل جدا هذا المشهد. يعني من الذي علمه ذلك، ومن الذي علمه كيف ينجو بنفسه؟ سبحان الله.